راني فرحانة بزاف بلقائكم من جديد على قناة وشاشة التلفزيون، وراني فرحانة أكثر أني نستقبلكم في القناة الجديدة للشروق واللي واسمها الشروق بلوس. قناة شبابية رايحة تجيكم ببرامج أصلية وبرامج جديدة خاصة للشباب، وكذلك أفلام ومسلسلات رايحة تطم العائلة في كل سهرة تلفزيونية وفي كل يوم بامتياز. هذه القناة رايحة تكون قناتكم، ما تنساوش الشروق بلوس، قناة العائلة والشباب والشروق بلوس ديما جون. تابعوا معنا سوا. وين تصابي وتلقاو أخبار؟ وين دوروا يحكوا على وصار؟ راهي جاتكم الشان تاع لي جون، فيها فن، موسيقى وبرامج بزاف كبار. أول قناة من هذا النوع في الجزائر، الشروق بلوس تاع لي جون. غير القصرة والضحك، زيد السوسبانس اللي يشد النفاس، فيها حكاية مجتمع وتجارب اللي تجمع. تجيب لك الفرجة والبهجة بس تتمتع وتستمتع. حصص موسيقية وغنائية يومية وأسبوعية. أول قناة شبابية، برامج ترفيهية خفيفة وظريفة باش تجوزوا سهراتكم. مرحبا بكم شي بنتك 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 شوف كيس مواس، هذه هي حاجة اللي بغات. حكايات اجتماعية تعيشكم واقعكم وتحسسكم في مجتمعكم. كيفاش ما تحبوش نولي لهذا النوع وهذه النوعية تاع الحصص؟ أفلام جزائرية وعالمية لتشدكم وتلمكم. موسيقى وغناء تعليق وتعنى. برامج للدراري صغار وانتوما الكبار. بوغلي جون إلي موجون. شروق بلوس راهي جايتكم باش تفاجيكم. الشروق بلوس ديما جون. بعض الصور والمقتطفات من الحصص اللي راكم رايحين انتوما مشاهدينا الاعزاء انتوما تشوفوها على قناه الشروق بلوس، فنرحبوا بكم انتوما كما اللي راكم تشاهدوا فينا، وطبعا اهلا بالجمهور الحاضر معنا الليله. وما ننساوش اننا نحيوا الجوق الرائع اللي بقياده مهدي ملهي اللي رايح مع الفنانين اللي يشكلوا الجوق الموسيقي، رافقوا ضيوف اللي راهم هنايا الليله، لانه من خلال هذه السهره الافتتاحيه تاع الشروق بلوس ضيوف حبوا يشاركوكم ويشاركونا هذا الحفل وهذا السهره اللي رايحه تحطي الانطلاقه الرسميه والفعليه للقناه، قناه الشروق بلوس. بدون إطالة نروح مباشرة مع أول ضيف اللي تحبوه كامل، هو فنان الشباب، هو من نقدر نقول الفنانين الجزائريين اللي عندهم يعني أكثر إنتاجات فنية، الشاب بلال راهو ضيف هذه السهرة الافتتاحية. درجان درجان لا بغيتش نربح عندك غير طيح، تكتب غير ريح،
تخدم لدمه وتخسر في العفان شدة في الله العطي ربية عايم الشي مريح ويحلي درويح ما نخطب شي من صبح مسال درجة درجة من بغي تسربح عندك غيطيح تخدم غير ريح تخدم لدمه وتخسر في العفان شدة في الله العطي ربية عايم الشي مريح ويحلي درويح مهو صباح سبوها دايما راكي هما الوقت صعب والكد يردل مراك وهاك جاوز هدموها ولا وش واكران شريك قدمو عالدنيا غرارة وزلطيها فن عيطة عيطة رجال دموها سبوها دايما راكي هما الوقت صعب والكد يردل مراك وهاك جاوز هدموها ولا مش واكرايش ليك قدرو الدنيا غرارة وصلتي درجة درجة غينا بغي تربح عندك غير طيح تكتب غير ريح تنت وتخسر في العفان شدة في الله عطي ربية عيمشي مريح ويحلي درويح ما نخدم شي ما نصبح وسلام تتصير عليك تما تبان لك تبان شطارتك وين نخطر راسك من اخويا شحال من مركة كان ينسب والله ولا يشفى تما عاد عرفا عاد سهلس ولا ديع ارجع غدوة تصير عليك تما تبان لك تبان شطارتك وين نخطر راسك من اخويا شحال من مركة كان ينسب والله ولا يشفى ثم عاد عرفا عام سهلس ولا دعايا درجة درجة من بغي تربح عندك غيطيح تكتب غير ريح تندم لدمه وتخسر في رفان شدة فالله عطي ربي عيم الشي مريح ويحلي درويح ما نخطب شي ما مصبح مسلام راني فرحانه بزاف كي راكي هنا راني فرحانه بزاف اليوم هذه نفتتح قناه وسورتو اني نستقبلك في هذه الحصه الاولى وفي القناه الجديده شروق بلس شرفتنا بحضورك مرحبا شرف ليا والله واش راك بلال والله الحمد لله بخير الحمد لله كيفاش شفت الجمهور ما عندنا ما نقولوا راهي باينه هي واضحه الله يخمرها حنايا كما قلت لك شرفنا بحضورك بلال الليله وفكرتنا بهذه الاغنيه درجه درجه ديجا كي خرجت وسط حاله ومازال هاي لحد الان الحمد لله شويه 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 على حسب سي كوا لو سيكري تاع هذه الاغنيه باسكو على بالك لي زارتيست في هذا الوقت الحالي كاين بزاف لي سي دي شانتور ا سوكسي وكاين دي شانتور لي سوكسي تاعهم يمر يواسو غنيه ومن بعد ما نشوفوهمش بلال يعني ملي بديت المشوار الفني تاعك
t'as fait sortir des chansons, il a hâte l'an, mais ils m'écoutent. Ou Darja Darja, peut-être, c'est un des plus grands succès. C'est quoi le secret de la chanson? Le secret, je ne pense pas. Le secret, c'est le travail. Je pense que le monde va se rendre où il va. Il dit que chaque album, il dit que c'est le début. خاصو كان دير في راسك بلي راك معروف وراك هادي غادي 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 تهامل شويه غادي تولي فينيون زعما تولي تقول واه دروك صاير عندي اسم يا سي با لا بان غادي غير ندير ميلودي خفيفه مي انا شاك فوا باغي كيما قلتي كاين 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 دي شونتيرا سوكسي وكاين كتا عندها غنيه سي فري مي هذيك تحكم هذيك تنجم نامبورت كي يدير سوكسي بان بوز ولا بحاجه مي بصح هي المهم هي كثريه المداومه ويزيد والاستمرار واحد توجو تكون عندها هذيك لا فولونتي باش يخدم ني على ماشي باش ماشي باش يخدم خدمه كوميرس دراهم كل دراهم الناس قاعده تسحق دراهم دراهم سي موايا باش تعيش بهم اوبليجي مي بصح سيرتو باش يحافظ على الاسم كاين فنانين راحوا ماتوا عندهم سنوات ومازال باقين باسكو خدمتهم هي اللي خلاتهم في كل دومين انا نظن بلي الخدمه تاعك هي اللي تهضر عليك. اسكو تو بونس كو الفنانين حاليا راحوا بزاف للكوميرسيال اسكو تو بونس راهم يحوسوا على الدراهم؟ لا مي الوقت انا نظن الوقت هو اللي راه يتطلب هذا ما غاديش ندير كيما هذوك حنا لي فيو تاعنا غير اللي يفوت وقته يبدا يقول لك لا صحيح حنا كبرنا والجيل تاع دروك ما فيهم والو يصلح لا ثاني عندنا فنانين وعندنا هذو لي جون اللي هم طالعين زعما هم يتبعوا في الموجه راهم يتبعوا في الموجه الناس هي تتطور ما غاديش يا سي فري البونجو مليح والقصبه مليحه وكل شيء بصح في كل حاجه في وقتها زعما فيها بنا ايه مي بصح ثاني واحد اللي نتمشوا مع الناس اللي نضابطوا مع العالم كاع ما نقعدوش نشوفوا غير في مليح تورات واه يفكرنا واحد ما ينساش يقول لك واحد توجور يشري فاتي بلاغو بلانش فاتي يعني كان البسترو بخضر انت جيتي ب وعلاش لبستي سبا بعد ان بول فيغ تحت اون روب بلانش وي سي لا مود سي سا سي لا مود الوغ بلال جو تادور je t'aime très bien. Je suis une grande fan, mais ana ni hadart ma3k w rsalt lak ma jawbtnich blli tji f l'émission ta3i ana tji qoulti j'ai عندك nji عندهم k3a w nchoufou hak w hak ah tma sbqtni ga ma bdat la concurrence hna nfs l qanat rak nti chourouq plus raki chourouq plus d'accord je suis avec vous vas-y voilà merci beaucoup Fati, Fati, d'aimer Hakda. Fati, zafte. Oui, oui, oui. C'est pas professionnel. Parce que j'adore Bilal, j'adore Cher Bilal. N'rani le grenier, je dis d'être là. T'as mon affaire لا لا مازال راك تسمعي معايا راك شوفي شوفي فاتي نتفاهموا ومن بعد نهضروا على الحصه تاعك تاي اون ايميسيون هذه سي ليميسيون تاعي داكور ما تنشطيش في بلاصتي المنافقين ومن بعد بلال واش تقول في هكذا قناه تاع لي جون واش يعني قلنا انه قناه شروق بلوس قناه شعارها ديجا ديما جون سي اون شان بور لي جون بور لي فامي اوسي واش حتى ولو فاتي يعني ماشي جون كامل معليش لا سي فري اون شان هكذا كيما قلت لك الاولى اللي ندمجوا في العالم اللي نولوا اللي حنا ثاني نتبعوا و سي فري وانا دو بارت وراني نشوف هكا دي شون دي شان هكا يا بلان جونس كاين هذيك الشبابيه هذيك وغادي وانا نظن بلي شان كيما هكا غادي تعاون بزاف تعاون الشاشه الجزائريه وتعاون الجزائر تعاون تاع بصح ما بالمغرب والناس ان شاء الله دي فوا احنا عندنا بزاف دي زيميسيون هكا شويه تاع سي فري لي جون مي سون با اوبليجي باش يشوفوا هذوك كاين دي بلاطو بوليتيك وكاين ولا حنا نقولوا سبورتي بصح الناس كاين اللي باغي يفاجي على روحها بصح هاد لاشين انا نظن بلي تعاونهم بزاف غادي تساعدهم بزاف انا جوستومون هاد القناه قناه الشروق بلوس هي قناه كما قلنا للشباب قناه للعائلات وفيها برامج ترفيهية فيها برامج اجتماعية فيها برامج موسيقية رايحين نتكلموا عليها كامل طيلة هذا البرنامج وكاين أفلام ومسلسلات من ضمن هذا البرامج اللي رايحة تكون لا غري 2019 تاع لاشين الشروق بلوس نعاود نجي لعندك باسكو سينو راكي حتشنفي عليا توت لا سواغي كاين ليميسيون شي فاتي
وبالتهدير معايا فاتي في دوري شوفي فيها شوية. هي فرانشمون جو تادور مي هضرتي عليا دروك جو تادور باسي داكوم الوغ غارد موا سي تو ميم فوالا. Alors, chez Fati, c'est une émission où les rahis... Regarde la beauté, regarde la beauté. Le programme Al-Shourouq Plus. Chez Fati, c'est un programme spécial, c'est un late night show. Light night. Mais fais-je sucre. Mais fais-je sucre. Vous avez dit Fati, bismillah, Allah ybarak khmous. Merci, c'est gentil. لكن تهدرنا شويه على هذا البروغرام سي كوا لا ديفيرونس بين هذا البروغرام اي لي بروغرام الاخرين بون ميزا بار بيان سور لا بريزونس تاعك سي ميور بروغرام توكو سي لو ميور بروغرام بون باسكو كاين فاتي وي او نو مون بوبليك الو جي مون ماري ما يخدم ما يصدم هذا الو انا كنت نشوف في لا تيلي نقول Il y a beaucoup des émissions, mais il n'y a pas le show. Mais quand je le forge, on a goûté, blé, fatigué, pourquoi pas dire émission. J'ai parlé, allô, oui, c'est fatigué, je replisse, j'ai une émission, vas-y. Ben voilà, les artistes, la danse, il y a tout, parce que je parle beaucoup français. Non, ça, on avait compris, tu as beaucoup le français. Merci. Tu fais tout plein de choses. Les jeunes qui m'ont fatigué. Merci, merci. J'ai encore j'ai 22 ans. Oui, ça se voit. 22 ans. Alors, Bidoun est là. C'est bon, on est sur Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Déjà, Karen Tika, tu es le plus grand. Grâce à Bi et Khatro. Grâce à Sakhri. Et dis-le, je t'aime, tu es le plus grand. Dis-le, je t'aime, tu Oh là là. Je suis belle, hein? Très, très belle. Elle est zombie, elle est la bonne. نعشق بقلبي يا ونعشق بقلبي تنفر فيا نقعد نسوق وسميتك عمري يا سميتك ماما عطيتك قلبي وقلبي وقلبي راني في ضمك برنامج شي فاتي اللي رانا رايحين نشوفوه اسبوعيا وقتاش لا ديفوزيون فاتي؟ باس اونكور جو سي با باسكو اما يوم اما يوم جو سي با جو سي با فوندرودي 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 نورمالمون سي فوندرودي فوندرودي وي فوندرودي فوندرودي سوار فوندرودي ستايق حنا قلنا نايت نايت فوالا نايت 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 فوندرودي سوار الوغ سي جادور سو بروغرام افيك مون ماري بوعامر سي ان ستاجيور ان شاء الله ان شاء الله راك عجبتيني راني نعرضك ليميسيون ميرسي بوكو مي جو سوي توشي مين راهو بو عامر بصح رجال في الدار ونسى برا باردون قلت لك وين راهو بو عامر رجال في الدار ونسى برا اللي على مايزون على مايزون باسكو اللي مالاد ليستوما ليستوما الى مانجي الحمص وي
بلال قل لي واش وصلت لك فاتي في الاميسيون رانا شفنا في الاكستريم انك ديجا شاركت لا لا والله فوتنا اميسيون ريان ادير واش وصلت لك طوايج باسكو بيان سور لو كوغان شي فاتي يلعبوا يا دي جو يا دي ديفي لا عقله فاتي تبغيهم كاع فاتي تبغيهم كاع تقصر غي هكا تبان مشراره بصح هي نس ملاح جو سوي با مشراره ريغارد بلال Il dit que la vérité. Anna, wow. Je suis fan de Bilal. Bien sûr, Radik Kabarbi. Qui n'est pas fan de Bilal? Qui n'est pas fan de Bilal? Voilà! Alors, Blama, qui m'a fait Nelkom, donc le programme chez Fatir, et qu'on a fait un tabou, Kul Sahrat Jumwa, à la canette Eshourouk Plus. وكما قلنا انه قناه الشروق راهي تشجع الشباب وتشجع كذلك الفنانين كي نتكلموا على الفن ما كاش غير الموسيقى كاين كذلك لي زاكروبات يا لي زارتيست لي كوميديان وحاضرين معنا فرقه بلال رائعه هي فرقه تاع السيرك نخليك انت تقوليها فاتيه الكلمه الصعيبه بزاف عليا فرقه بارابتر بينو فرقه بيبروني بيبروني Bodies.
en tout cas, merci Bilal. Merci à vous. Merci pour ta présence. Yahtik sah anti kadalik Fatil et jitini lhissa ta'i loula. Merci beaucoup. Je sais que c'était pas évident à l'emploi du temps ta'a Fatih, elle est très demandée. Oui, la tournée Bruxelles, Marseille, Paris, Pakistan, partout ana. Alors merci beaucoup. Merci à toi. Je donne rendez-vous à mes fans tous les vendredis à Chouroq Plus. L'émission chez Fatih. Fakrini le temps qu'il s'agit 9 pile, tu as chaud, tu casses ou gablo chez Fatih. Déjà, radou, inchallah, n'est-ce pas? Exactement, bravo à toi, Fatih. Donc, maintenant, le programme chez Fatih, c'est un rendez-vous incontournable à ne pas manquer tous les vendredis à la sa'a 9 ou le bidaya raihatkoun redoua. Donc, bravo à toi. Merci. Pour plein de belles choses. Merci à toi, Fatih. Bilal, n'aoud nous l'indic. Bilal, تكلمنا من قبيلات شويه على الـ على لو enfin pas le parcours tag mais على la qualité تاع les chansons les تقوم بها et Bilal كيما قلت في البدايه كي قدمتك انت من الفنانين الجزائريين الاكثر انتاجا يعني tu as beaucoup de production beaucoup de création لو كان تكلمنا شويه على الجديد تاعك الجد راني نبريباري في ان البوم ديت فيه ان شاء الله ما خلاش بزاف و يخرج هذا العام يخرج هذا العام ان شاء الله في الصيف اللي كنا منحيين فيه دي شانسون ميلونج هكا شويه سونتيمونتال سورتو سوسيال وني خرجت منها وحده منافقين المنافقين وغادي تولي ان شاء الله ندير غنيه والالبوم يخرج من الجوي ان شاء الله هذه المنافقين حابه نهضر عليها هذه الغنيه لكن جو بريفير كون اون بارل في الحصه الموسيقيه تاع شروق بلوس اللي نعرفوكم عليها توتالور لكن انا جاي بتيت انفورماسيون انك راك حتغني لو جينيريك تاع المسلسل اللي راهي قناه الشروق تحضر فيه مسلسل تاع رمضان ان شاء الله هذا شرف شرف كبير ليا وحقيقه كنت نستنى في هذه لوكازيون تجيني j'aimerais bien نشوف روحي في مسلسل جاي من كم شانتور ولا كم لا 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 شانتور ماذا بيا مي كنت صغير كنت نبغي الاغاني تاع المسلسلات كان انا مسلسل اللي قاسك كي كنت صغير رأفت الهجان لا كان واحد المسلسل كان يسموه من اجلك يا ولدي كيلعب الرول برينسيبال واحد سموه ربيع وكان كيسموه اللي كان يغني الحجري وقيل مسلسل اجنبي الاسم نسيته علي حقار قلت لك الحجري علي حقار علي حقار عنده واحد القرار عنده واحد لافوا كتاثر كان في الغنيه كان ما يهدرش على المسلسل بصح يهدر على ليستوار على ريزومي تاع ليستوار والمسلسل اللي راك حتغني له لو جينيريك كذلك يحمل عنوان دونك ولا يقولوا يعالج موضوع اجتماعي امبورتون ولاد الحلال وانت تحب تغني دائما على المواضيع اللي تقيسك اسكو سي ان سوجي كي تو توش بوكو انا زعما كنت نقارع على هذه الفرصه بفارغ الصبر زعما فرونشمون ان شاء الله وغادي باسكو بلال ما انا سيفري نغني الراي وهذا وحنا عندنا عقليتنا كي تقول واحد يغني الراي توجور عندهم ديك اي بورتون رانا كاع عايشين به مي بصح انا ماذا بيا هذا المسلسل ماشي باش نوري للناس باش غادي باش نعرف روحي ان المقياس تاعي شحال يسوى بلال في حاجه تاع رياليتي حاجه موضوع الفيلم عجبني القصه عجبتني وجايه واقعيه وجايه زعما تنجم تكون صح. ان توكا الا تحب تعرف وشنو هي القيمه تاع بلال بلا ما تستنى تواسي لو جينيريك لانه المشوار تاعك راهو يبينها وكذلك الجمهور اللي حاضر معنا رايحين يوروا لك كومبيان الناس يحبوك الجمهور يحبك نظن كامل هاد الناس اللي راهم هنايا وكامل المشاهدين راهم يتابعوا فينا وحنايا في القناه الجديده قناه الشروق اللي قلنا لكم قناه خلاص الشروق بلوس هاد الحصه الافتتاحيه تقدم لنا اغنيه وحبيت تغني اغنيه ماشي تاعك اون اوماج لواحد من اكبر الفنانين الجزائريين اللي قاسوا الشبيبه لو بتيت لو بلوس بغينا نفكروا حسني في الله يرحمه ماشي اوبليجي نفكروا شاب حسني الله يرحمه غير نهار اللي مات نديروا له حفله ونديروها من بعد غير تفوت لادات مع اللي مات فيها من بعد صاي كلوها ويضرب على كراده طون زون طون نتفكروا وحدين اللي خلاو بصمات تاعهم وسيرتو في السونتيمونتال حسني ما عندي ما غادي الناس قاعده تعرف حسني وما
ماشي انا اللي غادي نجي حسني الناس قاعده تعرف ونتفكروا شويه الايام. ما كاش اللي ما يحبش حسني ان توكا. حنا حابين نسمعوا الاغنيه واحده من اشهر الاغاني اللي اشتهر بها الشاب حسني المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه، طال غيابك يا غزالي. غزالية ماكي طولتي في الغربة، شديتي الحب يا دلالية عليا وعلاش الغيبة. طال غيابك غزالي راكي طولتي في الغربة، شديتي الحب يا دلال عليا وعلاش الغلبة. شكرا.